تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور. من إنجيل القديس لوقا فصل 2 آية 6 وتابع. تفضل دكتور بالقراءة. وبينما هما هناك تمت أيامها لترد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأرجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. الآن تمت أيام ولادتها. طبعا تمت أيام ولادتها، عبدنك شوية، تمت أيام ولادتها. الإنسان بفكر لأول وهلة فقط بهالفترة الزمنية المطلوبة لسيدة حتى تلد، ولكن العبارة تمت باليوناني إبليروثيسان. شايف يا منال كيف بحكي يوناني؟ إبليروثيسان معناه في عنا كمال، إنجاز، تحقيق. وبتذكرنا في النص الملهم الآخر في الرسالة إلى أهل غلاطيا فصل 4 آية 4 حسب ما بتذكر. مين بحب يلاقينا هذا النص؟ لما جاء ملء الزمان، يعني لما تم الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. شايفين ما احنا الناموس يعني الشريعه، مش الناموس اللي بلسان رساله الميلاد. لما تم الزمان، اذا لما تمت ايام ولادتها ولما تم الزمان، هالزمان يعني ايام ولادتها اقصى حد 9 اشهر، تم الزمان يعني مئات السنين من انتظار البشرية. أرسل الله ابنه، طبعا نعلق مولود من امرأة. امرأة هنا لا تعني ضد بتول، تعرفوا العرب الدارج مرات نستخدم كلمة امرأة بمعنى غير بتول، لا، امرأة يعني من جنس حواء. وليش من جنس حواء؟ بدها تتم النبوة في تكوين 3:15، وأجعل عداوة بينك يا حية وبين المرأة وبين نسلك ونسل المرأة. عشان هيك المرأة يعني من جنس حواء، مولودا من امرأة. طبعا هاي مهمة جدا. ليه؟ انه عندنا كان هرطقات، إذا بتسمع عنها، الغنوصية، هرطقة المعرفة المزيفة، وهرطقة التشبيهية، اللي كان يقولوا إنه المسيح كان عنده شبه جسد، فإذا شبه حبل به، فشبه ولد، شبه تألم، إذا شبه صلب، شبه لهم. يمكن ناس بربطوها من سورة النساء 156، بربطوها بالبدع الغنوصية والبدع التشبيهية. عشان هيك يصر أول شيء إنجيل يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا. في الكلمة اليونانية إيش؟ ساركس. ساركس يعني لحم، بس أكثر من جسد. ساركس جسدا وحل فينا. حل فينا الكلمة اليونانية تعني نصب خيمته بيننا. شايفين ما أحلى العبارة؟ فيها كلمة سكيني. سكيني يعني الخيمة. نصب خيمته بيننا. إذا وزي ما قلنا إنه الميلاد، إذا المسيح هو الكمال والتمام والإنجاز والتحقيق لنبوات وأماني ورغبات الخلاص منذ مئات السنين. طيب لما تمت أيام ولادتها ولدت ابنها
البكر، ها تقول لي البكر معناه في غيره، بروتوتوكون. البكر والأول لا تعني إنه في حدا وراه، ممكن أيوة ممكن لا، ولكن تعني بالتأكيد إنه فيش حدا قبله. صح؟ مصبوط. البكر فيش حدا. البكر يعني لما ست بدها تروح تولد بقولوا هاي بكرية. ما معنى بكرية؟ ستلد طفلها الأول اللي ممكن يكون الوحيد والأخير، خصوصا عنا إحنا المسيحيين. اسم الله علينا يا أختي، اسم الله علينا. بقول لك في أحد المستشفيات في المنطقة 300 ولادة، 398 298 غير مسيحيين وولادتين مسيحيين. الصغير العظيم. نعم نعم. إذا البكر، إذا ليش بيقول البكر؟ أول شيء حتى يؤكد لنا إنه السيدة العذراء كانت فعلا عذراء ولم تلد أي واحد قبل المسيح. ثانيا أنه البكر يتمتع بمكانة كبيرة في العالم الشرقي، في العالم القديم. صح ولا؟ البكر. واحنا حتى عنا الانسان لما يتجوز ويخلف ببطلوا ينادوه باسمه، بسموه على اسم ابنه، ابو جمال، ابو فرح، ابو حنة، وابو سمير، وفرقوا حلاوته. مبروك يا ابو سمير. صح صح. يعني وخصوصا للسيدات بصير. على فكرة حتى لما ما بتخلفش لازم عندنا احنا ابو عرب انه تكون ابو اشي. ابو ابو. ايوه اسم ابو. على اسم ابو. يعني مثلا واحد ما عنده اولاد بنات الا ابو اشي. مثلا ابو توفيق، فيش توفيق. ابو توفيق فيش توفيق. بس مش انه لانه ابوه توفيق بس. بلاش يا عمي، حتى الشباب غير المتزوجين صاروا ينادوهم ابو اشي. أنا كان يقولي أبو فرح وأنا عزابك قبل ما أتجوز. نعم أيوة. ففي عندنا واحد في العيلة شاطر قال لك بدل ما أنا أستنى أجيب مدامتي هالولد ويكبر ويروح يتني قصدي يتجوز ويخلف تتزبط معاه يخلف وتتزبط معاه يخلف ولد وتا يروح يسمي ابنه على اسمي، أول ولد أجا سمى على اسمه. وانتهى المشروع. طلع زي ما تقول سمير أبو سمير. سمير سمير. وزي ما بتقول والدتي الله يرحمها وخلصنا من هالغنجة. جونيور وسينيور. جونيور وسينيور ولا تجيبوا شيري وانتهى. طيب إذا ولدت ابنها البكر. أبونا يعقوب سعادة في كتابه الجواب من الكتاب. الجزء الأول طبعاً بيحكي لنا عن سيدة بعتقد يهودية مدفونة في مصر، مكتوب على قبر اسمها أرسينوي، برضو اسم معروف في العالم الأرمني كان أرسينوي أرسينيان. أرسينوي شو مكتوب هنا؟ ترقد أرسينوي وقد توفيت وهي تلد ابنها البكر. هل معناه انه بعد ما ماتت خلفت كمان؟ لا طبعا. اذا توفيت وكم من امرأة بدون مؤاخذة تتوفى وهي تلد ابنها البكر. صح؟ او بنتها البكر. اذا البكر الاول. على فكرة الاعتراض هذا خدعة، كل الاعتراضات فيهم خدع. يعني اذا السيدة العذراء جابت، خلينا نحكي عربي بعد المسيح، خلينا نقول فريق فوتبول 12، قديش فريق الفوتبول؟ 12. طيب هل هذا يقلل 11؟ طيب هل هذا يقلل من قيمتها؟ لا لا. طيب بلاش بدنا نلحق العيال لباب الدار ورددها، ولكن للمرة الأولى على هذا الشريط ما بدكمش يا عم تكرموها كأي بارثينوس كدائمة البتولية، هل يكرمونها كأم؟ مع الأسف لا.
يعني اللي بتحجج زي هذاك الواحد بقول لك ما هي انجبت بعد المسيح. طيب بدك تنكر بطوليتها الدائمة. على فكرة البطولية الدائمة هي نعمة ثانوية، صح؟ شو النعمة الأساسية؟ إنها أنجبت أنجبت المسيح، والدة الرب، والدة الإله. بدك تنكر، عفوا، بدك تنكر بطوليتها الدائمة. هل أنت بتكرمها كأم المسيح وكأم إلك؟ لا. مثلا هون ببين. طيب فقمطته، وين قمطته؟ شو قرأت لنا أبو؟ فولدت ابنها البكر وقمطته ورجعته في المدود. قمطته، طبعا احنا بنعرف شو يعني قمطته، الكوفلية. وخصوصا احنا او انتوا البيزنطيين، روم ارثوذكس، روم كاثوليك، عندكم ايقونة الميلاد. إذا بتبحروا عليها منيح، إذا بتطلع عليها منيح، بتلاقوا إنه الطفل يسوع مش مقمط بقماط بل بكفن. شو معنى؟ إنه هذا الطفل من يوم ميلاده، من يوم ميلاده موجه لإيش؟ لموته على الصليب. عشان هيك انا امبارح في احد في احدى المحاضرات يعني ربطت بين شجره الميلاد، بقول لك هي عاده وثنيه، لا، شجره الميلاد القديس بونيفاتيوس اللي هو فيلفريد، راهب انجليزي راح على بلاد جرمانيا يعني الالمان، شافهم بيعبدوا البلوطه فقطع البلوطه، وبدال البلوطة أعطاهم شجرة صغيرة دائمة الإخضرار، وهي هي بداية شجرة عيد الميلاد. ممكن أن نرى فيها أيضا شجرة الحياة التي في وسط الجنة المذكورة في سفر التكوين، ولكن بدي أرجع على نفس الفكرة اللي انطلقنا منها، أنه الطفل يسوع مقمط بكفن. مش غلط أنه نربط شجرة الميلاد بشجرة الصليب الكريم المحيي. شجرة الميلاد يعني الشجرة ترمز إلى المسيح الحياة، والمسيح أعطانا الحياة أيضا بكيف؟ بموته على الصليب. عشان هيك شو منقول باليوناني عن الصليب؟ أو تيميوس كيزوبيون ستافروس، الصليب الكريم المحيي. قام ابن البك فأضجعته، قمطته وأضجعته في مذود. الكلمة اليونانية فتني، فتني. يمكن تتذكروا انه قلنا بهالفصل الثاني من انجيل لوقا كلمة المذود تعود ثلاث مرات. المذود، 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 يعني مصر القديس لوقا على ايه؟ المذود. ليش؟ وليش كمان نجد في أيقونات الميلاد وفي صور الميلاد الحمار والثور؟ خلينا نأخذ مع بعض، ولو فسرناه مرة سابقة، حلو باختصار نحكي أشعيا فصل واحد آية ثلاثة، على إيدكم الشمال أو على إيدكم اليمين، فضل تقرأ لنا أخ إيهاب. الثور الثور يعرف قانيه والحمار، الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، والحمار معلف يعني مذود في اليوناني في السبت وجنتا في الترجمة السبعينية هي فتني صاحبه. أيوة. أما إسرائيل فلا يعرف، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم، وشعبي لا يفهم. استنتجوها لحالكم. مش واضحة. في بعد إسرائيل يعرفوا نقطة. خلصت الفكرة يعني. نعم. إذا عشان هيك في صور وإيقونات الميلاد نجد الثور والحمار. لهذه هي من أشعياء. ممكن ما كانش في يعني فعليا ثور وحمار، ولكن هاي هي الفكرة انطلاقا من المذود.
يعني الذي هو في المذود هو السيد، هو الرب في المذود. شوي شوي يا أبو يعني هلأ يعني إنه هذا افتراض إنه زي كان حمار وش اسمه لا هذا إشي رمزي، يعني إشي رمزي، إشي رمزي انطلاقا من هذا النص إنه الحمار والثور عرفوا المذود وشعبي ما عرفوش وشعبي يعني أكثر من اللي بالك فيه بس أكثر من هذول. نعم كملنا دكتور بعدين لأنه لأنه كان لا نرجع على لوقا 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 ثلاثة آخر الآية السابعة. وقالت ابنها بكر وقمضته وارجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. موضع في المنزل، ترجمات تانية تلاقوا موضع في المضافة أو الفندق أو الفندق أو الهواء. الفندق هي كلمة مش عربية، هي كلمة يونانية فندقيون. فندقيون يعني الذي يستقبل الكل. كلمة فندق. طيب إذن فندق مضافة منزل، الكلمة اللي هون موجودة هي كتالمة. بتقولوا له طيب يا أبونا فهمنا كتالمة نيح وبعدين سوت يعني تذكروا العلية اللي السيد المسيح قام فيها العشاء الأخير. شو هي اللفظة اليونانية كتالمة؟ إذن المضافة اللي رفضت أن تستقبل يسوع طفلا استقبلته ناضجا، صح ولا لا؟ شو اسم المدينة أنا نسيت اللي رفضت تستقبله؟ نصر؟ بيت لحم بيت الخبز. بيت الخبز وفي الكتالمة شو أخذ يسوع؟ في العلية إيش أخذ؟ خبز. الخبز والخبز. شايفين؟ كتالمة كتالمة. لم يكن لهم موضع في المضافة في العلية، وهون إيش؟ علية مفروشة مهيئة، نفس الكلمة كتالمة. كيف؟ بيت مريم. نعم مريم والدة القديس مرقس. وبعدين زي ما قلنا شو الفكرة الثانية؟ بيت الخبز، بيت لحم أو بيت لحمة، بيت الغذاء. رفض يسوع الطفل، لما يسوع استقبل في المضافة أخذ خبزا وشكر وإلى آخره. تفضل كمل إذا في أسئلة بعدين أو أفكار بعد. تفضل دكتور. وكان في تلك الكرة في تلك الكرة يعني في بيت سحور. الكرة يعني سحور. الكرة المنطقة يعني. تلك المنطقة. نعم. أوكي. عن دار رسماوي يعني. نعم. حارتشو رعاة متمدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. يحرسون رعاة. إذن هون بدينا في الجد أكثر لسه. كان في تلك الناحية أن إحنا قلنا قبل شوي بيت سحور، وإحنا دلوقت في بيت سحور. ما معنى كلمة بيت سحور؟ سهرين. إذن إما من الآرامية سحر يعني السهر، أو شاحر يعني اللي بسهر حتى السحر. حتى ضوء الشمس. إيه أساسها شين إذن. أو السحر بالعربي من السحر نسبة إلى المجوس. يعني كده ولا كده؟ هاي المدينة مربوطة بميلاد المسيح، اسمها إما بيت سهر الرعاة أو بيت المجوس اللي كانوا يعدون سحرة. هلأ وين الإشكالية؟ وقلت لكم قبل شوي إنه في مشكلة. وين المشكلة؟ الرعاة عند الشعب العبري. الرعاة كانوا محتقرين. لأنه بقول لك هذا راعي ما إله جديد، من اليوم هون وبكرة هناك
لا خير أيوة متنقلين يعني مثلاً كثير فرقة يعني بيكونوا تصرفوا زي الرعيات أيوة ويمكن رعاة ورعاعة يمكن قريبة على بعضها ومرة واحد وأنا بعمل برنامج على التلفزيون المهد قال أنتوا مش رعاة أنتوا رعاع هيك شملنا كلنا الحمد لله ف. قلت له جاوبت قلت له حتى انت ما تكونش من الرعاع على الاقل وقع اسمك ما تبعتش رساله من غير توقيع لانه الرساله من غير توقيع هي جبن يعني على فكره من ناحيه قانونيه لا يجوز ان تاخذها بالحسبان تجيكم رساله غير موقعه قانونيا ملهاش ولا اي إذن هاي هي المشكلة المشكلة إذن شو هي إنه ما كان في ثقة بالرعاة ومع ذلك هم اللي راح يكونوا أول ناس يزوروا السيد المسيح هلأ طبعا عندنا مشكلة تانية مع بعض جماعة بيت سحور اللي انحرفوا عن الدين المسيحي واللي بسموا حالهم شهود اليهوة عن المسيح قال ستكونون لي شهودا ما وقف الكتاب المقدس عن أشعياء 43 10 و 12 أنتم شهودي يقول يهوى هاي لليهود وليس بينكم غريب إن بخيم زار معناه بيحكي بس لليهود المسيح شو قال لتلاميذه عمر رسل 1 6 وتابع ستكونون لي شهودا شو بقول لك شهودي أو غيره بقول لك المسيح ما ولدش بالشتاء لانه هيهم بقدروش يسهروا في البريه على رعيتهم طيب ولا امتى يا اخويا بقول لك المسيح ولد في اما بالصيف او بالربيع طيب يعني انتم بدكمش تحتفلوا ب 25/12 لانه المسيح لم يولد في الشتاء مش هيك على فكره الكنيسه ما بتقولش انه المسيح ولد في 25/12 هذا هو الاحتفال السنوي بميلاد طيب انتوا بترفضوا 25/12 بذريعة انه المسيح ما ولدش في الشتاء امتى ولد المسيح في الخريف ليش ما تحتفلوا بعيد ميلاده بالخريف امتى ولد بالربيع ليش ما تحتفلوا بميلاده بالربيع اذا ما فيش صدق يعني هو مجرد حجة كانوا يسهرون على رعيتهم تفضل اخر آية بدنا نقرا وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا ومن وقتها أهل بيت سحور بطلوا يخافوا من حدا زي ما كان يقول بيزمارك Wir Deutschen fürchten Gott sonst nichts auf der Welt يعني نحن الألمان نحن الألمان ما نخافش أي لا نخاف إلا الله ولا غيره في العالم نعم أيوة طيب أنا أكتفي بهذا القدر وكل عام وأنتم بخير حتى ما أخذ الحكي سكارسة زي ما بقولوا لأنه هاي ندوة وليست محاضرة وشكرا للإخوة اللي بيصوروا